يعني تفاجأت وكان معاه سلاح وأنا معي سلاح. حصلوا يعني وانطلقت عليها الرصاصة يعني بدون قصد، وتوفى زميلي من الحادث. هذا قتل حمزة من عدوان انه من وين الفراش. اكثر ما اخاف انه انا ألقب مثلا بالقاتل او وبان كان عمري 13 سنة عندما دخلت. قضاء اليمني قضاء يعني فاسد. القضاء ما فيهاش مو قضاء. الشخص القائم بالاعدام استفاجئنا بعدم وجوده. أنا أريد أن أمارس حياتي يعني كأي إنسان ليس موجود إلا في الفيسبوك فقط. أنا موجود في الفيسبوك لكن لست موجود في الحقيقة. أعلق على حائط صالح قديم. إذا تنازلوا وعفوا عنه فهذا جزء من الله خير. وأنا أشد القضاء الأعلى وأنا أشد بيت الحليلي. وأن ينظروا إلي كابنهم وطفلهم. ما مش سامح أشتشر الله فقط غير ما وإلا باخذ الفرحة جديدة. هذا ما آخر كلمة. لم أنا أعيش فقط، أريد أن أعيش على الحياة وأريد لقلبي أن ينبض في هذه الحياة.